أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار تقديم 37 مليون و814 ألفا و39 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ إطلاقها في 31 من يوليو الماضي. ودعت وزارة الصحة جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها أو طلب الزيارة المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن.